مصر تستضيف غدا السبت قمة في غاية الأهمية، وهي قمة السلام بالقاهرة والتي ستقام بالعاصمة الإدارية الجديدة. وللمزيد ينضم إلينا السفير محمد حجازي. معالي السفير، مساء الخير. مساء النور يا فندم. دعنا أكثر في المشهد وأهمية هذه القمة التي تستضيفها مصر غدا، وهي قمة السلام بالقاهرة. يعني في إطار تحمل مصر وقراءتها المعمقة للمشهد، بعد أن خاطبت باتصالاتها الدولية قضية الحرب، كان الأوان أن تقدم للعالم أفق للسلام، وبالتالي تأتي هذه القمة مكملة للاتصالات المصرية بكل زعماء العالم الذين إما اتصلوا أو جاءوا بأنفسهم للقاء السيد الرئيس، إدراكا بأن مصر هي صاحبة المسؤولية الأولى عن أمن واستقرار الشرق الأوسط بحكم مكانتها وما لها من قدرة وتأثير واستشراف للمستقبل، وفي نفس الوقت لها مصداقية عند كافة الدول وزعماء العالم، لدى كافة الدول وزعماء العالم. وبالتالي قمة السلام تأتي مكملة للجهود التي بذلت لاحتواء الموقف، سواء كان الأمر يتعلق بالمساعدات الإنسانية أو التأكيد لقادة وزعماء العالم أنه لابد من وجود أفق سياسي، وبالتالي حل الدولتين اللي تضمنه دوما حديث السيد الرئيس، لابد من خلق أفق للسلام يمكن من خلاله القضاء على مشاعر الغضب والعنف التي باتت متأججة الآن في الشارع العربي بعد المجازر الوحشية التي مارستها إسرائيل عبر 14 يوم في قطاع غزة. احنا الآن أمام مشهد دولي يشارك فيه قادة وزعماء العالم، ويشارك فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفي ذلك رمزية أن الفلسطينيون كانوا دوما يقدمون السلام وتعاقدوا مع إسرائيل في اتفاقيات عديدة نقضتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، خاصة حكومات اليمين المتطرف التي ستسقط وستخلي الساحة لقادم جديد في الساحة السياسية الإسرائيلية، لأن هؤلاء المتطرفون اليمينيون المستوطنون لن يتمكنوا من قيادة إسرائيل بعدما عرضوها لهذه المهانة. إذن غدا نحن أمام مشهد نقدم فيه للعالم رؤية نحو السلام، حل الدولتين كما أكد السيد الرئيس وبيان مجلس الأمن القومي المصري هو الحل الوحيد القادر على احتواء هذا المشهد، وإلا انفجرت الأوضاع في غزة وفي فلسطين من فترة لأخرى كما شاهدناها من 2008 في 5 جولات متعاقبة من الصراع وتفجر المواقف. إذن أمامنا فرصة تاريخية لتأسيس آلية تقود إلى حل الدولتين. صحيح. معالي السفير، عدد كبير من الدول العربية والأوروبية أيضا وغيرهم والدول الأسيوية ستشارك في القمة غدا بالقاهرة بإذن الله. ما دلالة ذلك على مكانة مصر الدولية وارتكازها وأيضا قيادتها للمشهد أيضا في هذا التوقيت الحرج؟ بكل تأكيد مصر تتمتع بمصداقية، والسيد الرئيس أعتقد يتعامل مع هذا المشهد بحكمة، ومجلس الأمن القومي والقيادة السياسية تعمل بنظام وبترتيب لاحتواء أولا المشهد المتفجر وعودة إطلاق المساعدات لقطاع غزة في أقرب وقت. يعني أظن الحديث اليوم عن 48 ساعة يفتتح فيها المعبر، وهذه الأولوية التي أكدها السيد الرئيس في كل اتصالاته منذ 7 أكتوبر وقت اندلاع الأحداث، حتى المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء البريطاني أو المؤتمر الصحفي الهام الذي أجراه السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة. المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ أبنائنا المحاصرون في قطاع غزة. ثانيا تعاملنا مع ادعاءات إسرائيل ومخططاتها لتهجير الفلسطينيين، وهم شعب سيتمسك بوطنه وسيعيش بين أنقاض منازله عن أن
يدفع لتيه جديد ونكبة جديدة. ومصر بكل تأكيد أكدت للكل أن هذا هو خط أحمر لا يمكن المساس بأمن مصر القومي، وفي هذا معنى تتفهم فيه القيادة الإسرائيلية أبعاد هذا الموضوع. ولعل الدعم الشعبي والبرلماني الذي شاهدناه كان كفيلا بإقناع الجميع، وربما حتى زيارة قائد المنطقة المركزية الأمريكية، الكل يدرك أننا لا يجب أن نستدرج لهذا المستنقع الذي تسعى من خلاله الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل لإرباك المشهد وتحقيق أحلام غير قابلة للتنفيذ وتعريض أمن وسلامة المنطقة واتفاقية ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. لذلك أنه تعدي على سيادة مصر وجريمة حرب ترتكب في حق الشعب، وكفى النزوح الإجباري الذي أجبر عليه أهالينا في شمال قطاع غزة. يعني أما ترحل مليون نسمة من موطنهم بمرضاهم وجرحاهم وإصابتهم وتقصفهم بالطائرات الحربية يوميا، هذه هي جريمة حرب أخرى. يعني جريمة الحرب الأولى هي عندما بدأت إسرائيل بعد 7 أكتوبر في قصف المدنيين. هي لا تقصف حماس، هي لا تحارب حماس، حماس تحت الأرض. صحيح. الذي تحاربهم المدنيين الفلسطينيين. وأظن العالم أجمع أدرك مخاطر هذا الوضع، وبدأ تحولا حضرتك تلمسيه في الرأي العام. الرئيس بايدن بيتحدث أمس عن حل الدولتين، ورئيس الوزراء البريطاني سوناك بيعقد اجتماع هام رفيع المستوى يقدم فيه رؤية تدين أعمال العنف فعلا، لكن في جميع الأحوال تدعو لحل الدولتين. وأنا أيضا يعني أود أن أنتهز الفرصة في حديثي مع حضرتك للتنبيه لما يدور على جبهة جنوب لبنان ومحاولة إسرائيل. يعني خدي بال حضرتك من اللي بقوله، محاولة إسرائيل استدراج المشهد لتفجره بحيث تجر إيران إلى هذه المعركة، لأنها تعلم أن من سيحارب إيران هنا هي الأساطيل الأمريكية والبريطانية والإيطالية المحتشدة. صحيح. كانت دوما إسرائيل تسعى لاستدراج حرب مع إيران بقوات أمريكية، بدعم سعودي، بدعم خليجي أثناء مرحلة العراق الخليجي السعودي، استدراج المشهد لتفجره حتى تأتي الولايات المتحدة وتحارب لها إيران. هي لا تحارب، هي أكبر من ذلك أن تحارب إيران، ولكن استدراج. ويمكن ده اللي فسر لحضرتك تأخر المشهد العسكري في قطاع غزة. لماذا الجيش الإسرائيلي لا يدخل في قطاع غزة؟ لأنه أعتقد ينتظر، يعني هي معركة ستأتي، ولكنه ينتظر المشهد في جنوب لبنان. ربما تستدرج إيران لمعركة تخوضها الولايات المتحدة نيابة عنها. وضع شديد الخطورة. صحيح. يعني هددت مصر بتداعيات مشهد التهجير القسري، ووقفت مصر بصرامة، وتمسك أهل غزة بأرضهم ففشل المخطط الأول. المخطط الثاني ربما استدراج إيران. المرحلة الثالثة ستأتي إذا كان الجيش الإسرائيلي سيدخل غزة أو لا يدخل المعركة بينهم وبين حماس، ونترك المدنيين الفلسطينيين. ولكن غدا تقدم القاهرة الرئيس محمود عباس وإرادة دولية وتسعى من أجل السلام. ماذا لو كانت 10 مليار دولار اللي وعد بها الرئيس بايدن قد أنفقت على أبنائنا في غزة؟ صحيح. واسمح لي معالي السفير، واحنا بنتكلم على القمة غدا، يمكن الدول كثر مشاركة غدا في قمة القاهرة، وتمثل أيضا وجهات نظر متباينة إلى حد ما حول خطوات التوصل لحل، لكن بالتأكيد هناك نقاط تلاقي. كيف ترى فرص التلاقي حول رؤية واحدة؟ يعني احنا جميعا المجتمع الدولي يدين العنف وقتل المدنيين، ولكن المجتمع الدولي لازم يدرك حتى كما ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية في الكنيسة أمام نتنياهو، أنها هذه الحكومة مارست عنفا ضد الفلسطينيين وأوغلت يد يعني سمحت للمستوطنين بالتعدي على الحرمات وعلى المقدسات وعلى الحياة في فلسطين، ومارست ضغطا على الشارع أدى لهذا الانفجار. احنا كان أمامنا مشاهد كثيرة من العنف الذي كانت تمارسه بعض الجماعات، مثلا في أيرلندا الـ IRA الجيش الجمهوري الأيرلندي، عندما كان هناك أفق سياسي
واتفاق للسلام اللي هو الجود فرايدي اجريمنت او اتفاق الجمعه الطيبه، عندما كان هناك افق سياسي تم السماح بنزع سلاح الاي ار اي وتسليمه للامم المتحده حتى يكتمل المسار السياسي، هناك اطر عديده يمكن التعامل معها اذا ما كان هناك طريق سلام. ولكن يعني دعيني يعني اختي الفاضله اوضح لك ان يعني مره كنت في حديث مع فريدريك ديكلرك رئيس وزراء رئيس جنوب افريقيا، كيف قضيت على الابارتهايد عكس كل من سبقوك، ذكر انه احترم كل ما تعهد به. اين هي اوسلو؟ واين واي بلانتيشن؟ واين اتفاق القاهره؟ هم نقضوا حتى قتلوا لمنع مسار السلام اسحاق رابين. يعني اللي عايز اوصله لحضرتك ان ان الاوان لنتبنى جميعا غدا السبت افقا سياسيا يترجم حل الدولتين، ولتكن غزه تحت اشراف دولي، ونسير نحو استفتاء يقود لاقامه الدوله الفلسطينيه، ويتم نزع سلاح الميليشيات وتسليمه للامم المتحده لحين قيام الدوله الفلسطينيه العتيده التي يتطلع الجميع، ويكون الصرف والانفاق على البناء وعلى المدارس وعلى اعاده التعمير. تخيلي امس دمروا 20 برجا سكنيا، يعني هل يجوز في اي مقاييس؟ انا عشان كده بقول هذه الحكومه الاسرائيليه تطيل في عنفها لكي تتمكن من البقاء، لعل وعسى يحدث في المشهد ما يساعدها على استمرار. اذا ما تخلت عن العنف ستسقط في اليوم التالي. ليه؟ لانها تجاوزت مع شعبها الذي وعدته بالامن خطا، وتجاوزت في ممارساتها على الارض مما ادى لتفجر المشهد، وبالتالي عليها أن تجيب على الإجابة التي لا تملك مفردات للإجابة عليها، وهي السلام وحل الدولتين. هي حكومة مستوطنين متطرفة مشتتة للغاية ومرتبكة في هذه المرحلة، لذا أتت إليها الولايات المتحدة بالأساطيل وبريطانيا للاعتقاد في حمايتها لأن أمنها مهدد. ولكن أنا أعتقد أن إسرائيل تدرك معنى وجود الولايات المتحدة إلى جوارها، حيث أنها تسعى لتفجير جبهة الجنوب ضد إيران أو استدراج إيران للمعركة. وإيران أنا أعتقد من اليوم الأول هي بعيدة عن الدخول في معركة، هي تتعايش الآن مع الولايات المتحدة، وتصرف لها الولايات المتحدة 6 مليار دولار، وعلاقتها بدول الخليج أكثر استقرارا خاصة بعد عودة العلاقات مع المملكة العربية السعودية. فما الذي يدفعها إلى معركة إلا لو كانت إسرائيل تسعى لتنفيذ أملها في استدراج إيران لحرب بتخوضها الولايات المتحدة والغرب نيابة عنها؟ وأنا أظن أن الولايات المتحدة مدركة الآن أن وجودها لتأمينها ضد من؟ يعني ضد جماعة حماس المختفية تحت الأرض، والتي يمكن للجيش الإسرائيلي التعامل مع هذا المشهد دون الحاجة لأساطيل أو حاملة طائرات. وإذا كانت الولايات المتحدة قد جاءت عشان تردع إيران من الدخول في الحرب، أنا أظن أن إيران ليست في حاجة للدخول في هذه المعركة. يعني نقاط ومخططات مختلفة سيادة سفير حضرتك ذكرتها، لكن دعني يعني أعود بك إلى لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، وخلال لقائه شدد أن أحد الدروس المستفادة من هذه الأزمة هي ضرورة إحياء العملية السياسية. هل ترى أن الغرب وصلوا لهذه القناعة اللازمة بهذا الشأن؟ والله في البداية كان الجميع يتصرف بمبالغة في انحيازه لإسرائيل. بعد أيام من غياب مشهد 7 أكتوبر وإدراك الجميع لمخاطر محدقة بالمنطقة وبالأمن والاستقرار الإقليمي، خدي بال حضرتك إحنا بنتكلم هنا مش عن فلسطين وإسرائيل، بنتكلم عن علاقات مصر بإسرائيل في موضوع التهجير القسري، بنتكلم عن كارثة إنسانية وجرائم حرب ترتكب أمامهم، وفي ضمير دولي برضو وعالمي لا يمكن أن يقبل. حتى اليهود ذاتهم احتجوا في الكونغرس الأمريكي، لأن ده ضد كل القيم، ضد الإنجيل والتوراة والإسلام ومعانينا السامية. فبالتالي هذا المشهد يعني جرى المنطقة لمخاطر تهدد أمن الخليج وأمن البحر الأحمر وأمن العلاقات المصرية الإسرائيلية واستقرار الأوضاع سلميا لمدة 50 عاما، حتى والعلاقات الأردنية الإسرائيلية. وبالتالي المجتمع الدولي بات أكثر وعيا وفهما لمخاطر المشهد
وحقيقة الأمر أن هناك يعني تدبير إسرائيلي، أعتقد جزء منه حماس والإفراج عن الأسرى، ولكن جزء أيضا منه مرتبط بإيران ومحاولة استغلال الزخم العسكري الدولي المحيط بها من حاملات طائرات وكذا إلى استدراج المشهد. إذا كانت الولايات المتحدة جاءت لتنذر إيران فإن إسرائيل تسعى لاستدراج إيران. عشان كده المشاهد اللي بنشوفها في الجنوب اللبناني وقتل 10 من حزب الله، حتى تنفجر الأوضاع فتتدخل الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، وربما هذا ما يرجئ تدخل الجيش الإسرائيلي في غزة. ولكن المعركة بكل تأكيد ما لم يتم الاستماع لصوت العقل هي قادمة. ولكن في جميع الأحوال كل ما يهمنا هو أن غدا سنطرح على المجتمع الدولي حل الدولتين وفقا لأسس وأطر دولية تسعى لخلق آلية، سواء كان الأمر يتعلق أصل الحديث المرسل عن حل الدولتين وحده لا يكفي. أظن غدا الإرادة الدولية ستعبر عن أملها في أن يكون هناك آلية دولية. أنا أدعو لإشراف دولي في قطاع غزة يحمي المدنيين ما دامت قوة الاحتلال وفقا للقانون الدولي غير قادرة على حماية من تحتلهم وفقا لقواعد القانون الدولي. فعلى المجتمع الدولي أن يستبئن، أن يتفضل لحماية أبنائنا في غزة وإجراء استفتاء في موعد لاحق. وأنا أعتقد أن رمزية وجود السيد الرئيس محمود عباس غدا هي أن الفلسطينيون متمسكون بحل الدولتين، وأمامنا فرصة للسلام. تعاهدوا مع الرئيس عباس ومن قبله قادة فلسطينيين كثر للسلام، ولكنهم نقضوا كل ما تعاهدنا عليه. ونتمنى سيادة السفير أنه يكون هناك أيضا في هذه القمة مكان للضمير الإنساني الدولي. بشكرك جزيل الشكر سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية أسبق، شكرا جزيلا لك.